بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 35 في الانتريك فيفر ديزيز، مهم جدا نسميه انتريك فيفر وكانوا يسموه تايفويد فيفر. هنتكلم على هذا الديزيز في الآتي: ديفينيشنز له، باثوجينيسيس، لاب دياغنوسيس، ثم التريتمنت اند البريفنشن، وفي الأخير هنتكلم على السالمونلا تايفي ميوريام والانتريدس اللي بيعملوا الفود بايزنج. اول شيء ديفينيشن، ما هو الانتريك فيفر؟ الانتريك فيفر ده عباره عن انه انفكشن بتعمل جنرالايزد انفكشن للريتيكولو اندوثيليال سيستم، انها بتصيب الريتيكولو اندوثيليال سيستم وبالتالي مصاحبه ان في بكتيريميا، اي البكتيريا موجوده في البلد. لان البكتيريا موجوده في البلد فحيكون في ساستيند فيفر، في فيفر مستمره. الانتريك فيفر كوزد باي سالمونيلا تايفي، سالمونيلا باراتايفي اي، باراتايفي بي، ممكن سي بس السي فيري رير. اذا الانتريك فيفر زي ما قلنا اما كوزد باي سالمونيلا تايفي ونسميها تايفويد فيفر، او كوزد باي سالمونيلا بارا اي وبارا تايفي وبارا اي وبارا تايفي بي ونسميها بارا تايفويد فيفر. النقطه المهمه ان التايفويد فيفر مور سيفير ذان البارا تايفويد فيفر. تعالوا نتكلم الان على الباثوجينيسيس خطوه خطوه. اول خطوه، المان هو الاولي ريزرفوار، سواء كان هذا بيشنت اور كارير. طيب حيتبادل الذهن، انت قبل شويه قلت او المحاضره السابقه ان السلمونلا موجوده وايد سبريد في النيتشر، كيف تقول هنا فقط انه موجوده الانسان هو الاولي ريزرفوار؟ لانه بالنسبه للسلمونلا تايفي والسلمونلا بارا تايفي اي وبي فقط هذول كسبيشيز موجودين كاولي في المان، يعتبر ريزرفوار. اكيد حينتقل الديزيز بالفيكر اور الروت، سواء كان من بيشنت اور كارير. بعد ما ينتقل حيوصل للسمول انتستين، حيحصل له ادهيرنج للمايكوزال سيل بالبلاين اللي معاه، وبالتالي حينتقل بعدها الى السب مايكوزا. لو ما انتقل الى السب مايكوزا حيحصل له انجالفد باي الماكروفاج الموجوده في الباير باتشز، حيبدا يحصل له ريبليكيت انترا سيلولري داخل الماكروفاج في الباير باتشز. بعد كده حيروح يعدي الى الميزنتريك لينف نود. لو ما يعدي الى الميزنتريك لينف نود عبر الثوراسيك داكت حيوصل للبلد، وهنا حنقول بكتيريميا، لكنها بكتيريميا موجوده بسكانتي نمبر، نسميها بكتيريميا لكنها موجوده بعدد قليل، بمعنى ما في مانيفستيشن خالص هنا. لانه التارجت زي ما قلنا قبل شويه احنا اللي موجود في اللي هو في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. اذا من البلد حتروح للتارجت حقها، الاورجانيزم حيحصل له سبريد للليفر والسبلين والكدني وللبون مارو، فبالتالي راح للتارجت اللي هو الريتيكولو اندوثيليال سيستم. لو ما راح للريتيكولو اندوثيليال سيستم حيحصل له مالتيبليكيشن في كل الاورجانز دي، وبالتالي حيرجع مره ثانيه للبلد. لو ما يرجع مره ثانيه اللي بنسميها سكند بكتيريميا حيكون هيفير، وبالتالي حيكون هنا عدد البكتيريا في البلد عدد كبير، وهنا نسميها كده نسميها فيرست ويك اوف إلنس، انه بدايه، لانه حيبدا هنا فقط الساينز اند سيمبتومز. بالاضافه الى انه الانكوبيشن بيريد حتى لو ما توصل لهذه عباره عن 12 يوم، هي من 10 تقريبا ل 14 يوم، المتوسط 12 يوم. اذا هنا في السكند او في السكند بكتيريميا الاورجانيزم موجود بكثره في البلد. ممتاز. النقطه الثانيه انه احنا مش اتفقنا انه موجود في الليفر، من الليفر دي عبر الباير حيروح للجول بلادر، وحيظل ممكن كارير في الجول بلادر او حينزل في الانتستين وحيكون موجود في الاستول من الاسبوع الثاني. وهنا نقطه مهمه جدا، بمعنى لو رحنا نجي ندور للبكتيريا في الاسبوع الاول في الاستول مش حنحصلها، والشخص مصاب حنقول انه ما عندك اي شيء وهو مصاب، لانه لا زالت البكتيريا في الاسبوع الاول موجوده في البلد. حتبدا طبعا المانيفستيشن زي ما قلنا، في فيبر وفي ملايز وفي هيدك وفي ديلاريوم وفي تندر في الابدومن وفي كونستيبيشن وفي هيباتوسبيروميجالي. الكومبليكيشنز ممكن تحدث تكون في انتستانال هيموريج او في بيرفوريشن، في طبعا دي رير لكنها ممكن تحدث الكومبليكيشنز دي. الكارير، وهذه نقطه مهمه، ان السلمونلا دي بتظل ككارير موجوده في الجول بلادر وبالتالي تنزل من فتره لاخرى في الستول، ولذلك لابد انه نتاكد ان الشخص ده هو كارير ولا مش كارير، خاصه الناس اللي بيشتغلوا في المطاعم وغيرها، حتى ما يكونش سورس للانفكشن للاخرين. طيب تعالوا نشوف اللاب دايجنوسيس. بالتاكيد لاب دايجنوسيس باسمي، اكيد حناخذ بلاد، واكيد حناخذ ستول، واكيد حناخذ سيرم. تعالوا نشوفهم واحده واحده.
لابد هنا الوقت مهم جدا، ايش ناخذ في الفيرست ويك، ايش ناخذ في السكند ويك وفقا للباثوجينيسيس اللي تكلمنا عليها. بالتاكيد لابد ان احنا نتفق انه في الفيرست ويك ما فيش قدامنا الا اليورين كالتشر، ما في قدامنا. لو رحنا نشوف انتي باديز مش هنحصل، لو رحنا نشوف الستول كالتشر مش هنحصل، فليس قدامنا في الاسبوع الاول الا قضيه بلاد كالتشر. بلد كالشر اتفقنا عليها كمان في محاضرة تكلمنا عليها عبر الباكتيك سيستم، انه في معنا specific containers or فيال لقضية للبلد كالشر، هذه فيها سنسور. السنسورز دي اي increase للكربون دايوكسايد ده السنسور ده بيعطي الارم، بالتالي نروح نعمل عملية ما نسميها بالصلب كالشر. نعمل صلب كالشر هنا على المكونكي، على السلمونيلا اللي هي الاس اس اجار، سلمونيلا شيجيلا اجار، او على الاكس ال دي اجار. وهنا المكونكي كافي بالنسبه لنا من عينه البلد. ليش كافي؟ لانه دي جايه من مكان استيرايل، فلو نمت في المكونكي وهي موجوده بالتاكيد مش حيكون غيرها، فبالتالي حتعطي نان لاكتوز فيرمنتر. فالمكونكي في حاله البلد كافي تماما. طيب تعالوا نشوف السكند ويك. السكند ويك ايش العينه اللي ناخذها؟ بالتاكيد هنا في السكند ويك حنبدا ناخذ الستول كالشر، لانه زي ما قلنا في الباثوجينيسيس حيبدا من الاسبوع الثاني حينزل في الستول كالشر، ناخذ مزرعه للبراز. هنا الدايركت سمير ما لهش معنى خالص، يوزلس، لانه حيطلع اي شخص تعمل له ستول وهو طبيعي حيطلع اكيد جرام نيجاتيف باسيلاي عنده. طيب احنا الستول على طول نروح نزرع الستول في طريقين، طريق نزرعه مباشره على المكونكي، والطريق الاخر في نفس الوقت نعمل له نزرعه في السرالايت اف، ونخلي السرالايت اف انكوبيشن لمده 37 درجه مئويه لمده 12 ساعه و 24 ساعه. السرالايت اف ده بنسميه الريتشمنت ميديا، يعني فيه مواد بتعمل انهبيشن للجرام بوزيتيف للكوليفورم بكتيريا، وبتعمل انهانسنج للجروث للسلمونلا والشيجيلا. طبعا احنا ما يفضلش ان احنا نزوده عن 24 ساعه. ليش؟ لانه المواد اللي موجوده اللي بتعمل انهبيشن للجرام بوزيتيف وللجرام وللكوليفورم بكتيريا بعد 24 ساعه بتقل، فبالتالي حتنمو في السرالايت اف، وبالتالي كان احنا ما استفدناش اي شيء، لان احنا بنستخدم السرالايت اف عشان يعمل الريتشمنت اذا كان السلمونلا والشيجيلا موجودين. طيب حنشوف الان بعد ما نعمل الستول زرعناه على المكونكي. المكونكي ليش نزرع على المكونكي؟ لانه لو طلع على طول نان لاكتوز فيرمنتر خلاص ناخذها، لكن هو طبعا غالبا مش حيطلع. يعني ليش مش حيطلع؟ لانه في معنا اللاكتوز فيرمنتر بشكل كبير، فممكن اللاكتوز فيرمنتر مغطين على النان لاكتوز فيرمنتر. بعدها السرالايت اف ده حنعمل صب كلشر على المكونكي مره اخرى، او على الاس اس اجار اللي هو سلمونيلا شيجيلا اجار. بعد كده نعمل ايدنتيفيكيشن. ايدنتيفيكيشن بالتاكيد على المكونكي زي ما اتفقنا نان لاكتوز فيرمنتر، على قضيه الاس اس اجار حيكون في كلرلس مع البلاك سنتر، لانه في H2S production. كمان نفس الوضع بالنسبه للـ XLD حيكون في ريد كولوني مع بلاك سنتر. حنروح ناخذ سسبكتد الكولوني دي، حنروح ناخذها ونعمل لها تيست للبايوكيميكال رياكشنز عشان نستطيع ان احنا نثبت انها السلمونيلا. طبعا دايركت سمير من الكلشر اكيد جرام نيجاتيف باسيلاي. نروح نعمل بايوكيميكال رياكشن. طبعا معنا سلمونيلا تايفي، سلمونيلا بارا تايفي اي، بارا تايفي بي. بالنسبه للجلوكوز اكيد بتعمل فيرمنت، اللاكتوز لا، المالتوز نعم، المنيت السكروز لا. طبعا بتعمل هنا الجلوكوز مع الاسيد برودكشن، لكن المالتوز مع الاسيد برودكشن، وكمان المنيت مع الاسيد برودكشن. السلمونيلا بارا تايفي اي بتعمل جلوكوز فيرمنتر، ولكن بتعمل مالتوز فيرمنتر وبتعمل منيت فيرمنتر، لكن هنا الفارق معاهم مع انها الغاز اسيد مع غاز، بعكس السلمونيلا تايفي فقط اسيد اونلي. نفس الوضع هنا اسيد مع غاز، اسيد مع غاز. السلمونيلا بارا تايفي بي بتعمل جلوكوز اكيد فيرمنتر ومالتوز وكمان منيت، لكن السكروز ما بتعملش. نفس الوضع بتعمل اسيد مع غاز واسيد مع غاز والاسيد مع الغاز. تعالوا نشوف البايوكيميكال رياكشن الاخرى. السلمونيلا تايفي كي على اي، اكيد كي على اي، لانها جلوكوز فيرمنتر ولن ولاكتوز نان فيرمنتر. بالتاكيد اكيد H2S برودكشن، الغاز برودكشن ما فيش لان دول نيجاتيف واليوريز نيجاتيف. السلمونيلا بارا تايفي اي H2S برودكشن كمان نيجاتيف، الغاز برودكشن بوزيتيف والاندول نيجاتيف واليوريز نيجاتيف. نفس الوضع بالنسبه للسلمونيلا بارا تايفي بي اللي هي الكي على اي، طبعا اكيد H2S برودكشن بوزيتيف، الغاز برودكشن بوزيتيف
والاندول نيجاتيف واليوريز كمان نيجاتيف. ممكن كمان نعمل الاي بي اي سيستم او نعمل فايتك سيستم كمان للايدنتيفيكيشن. كيف طيب الان تاكدنا الكوين دي انها عملت البايوكيميكال رياكشن؟ عاوزين نعمل كونفرميشن تيست. سهل بسهل ببساطة جدا، نروح نعمل اجلوتيشن تيست، نروح ناخذ السسبكتد كولوني دي اللي احنا شاكين وطلعت البايوكيميكال رياكشنز حقها انها ماشيه مع سلمونلا تايفي او ربارا تايفي، ونعمل مع الانتي سيرا الموجوده نخلطها بالانتي سيرا الاو انتيجين، فيحصل اجلوتينيشن، نقول اذا فعلا دي سلمونلا. طبعا في معنا رابيد تيست من للانتيجين الموجود في الستول، نروح نعمل قضيه يسموها رابيد تيست للسلمونلا تايفي فقط ونعملها، ودي تطلع خلال 15 دقيقة. طيب تعالوا نشوف اللي ديورينج السكند ويك ايش السبيسمن اللي حناخذها. هنا السبيسمن اللي حناخذها طبعا من الاسبوع الثاني فما فوق، حناخذ السيروم، وهنا حنعمل تيست شهير اسمه فيدال تيست او اسمه ويدال اور فيدال تيست. كل ما في الموضوع ايش اللي بيحصل؟ بنروح بنجيب الاربع صفوف من التيوبس، والتيوبس دي بنعمل فيها تخفيفات كثيره زي ما انتم شايفين، 1 على 20 1 على 40 1 على 80. طبعا ده البيشنت سيرم. الصف الاول فيه السلمونلا تايفي او انتيجين، والاو انتيجين ده لكل السلمونلا، سواء لانه زي ما قلنا او انتيجين واحد للكل، سواء السلمونلا تايفي او بارا تايفي او اي او بارا تايفي بي. والصف الثاني بنروح فيه نعمل سلمونلا تايفي اتش الانتيجين حق الاتش انتيجين، والصف الثالث اللي هو البارا اي، والصف الرابع اللي هو البارا بي. زي ما انتم شايفين حصل اجلوتينيشن في هذا المكان، اذا نقول انه البكتيريا هنا سلمونلا بارا تايفي اي، والتيتريشن حقها 1 على 320. طيب تعالوا نشوف الانتربريتيشن لهذا التيست اللي هو الفيدال تيست. عشان نفهم الانتربريتيشن بشكل صحيح، في قاعده مهمه ان الاو انتي بوديز دي بتظهر appears early and disappear rapidly. اهو شايفين ظهرت بسرعه واختفت بسرعه، بينما الاتش الانتي بوديز دي بتديسابير rapidly slowly late، فبتاخر الديسابير حقها. وفقا لهذا حنستطيع نعمل انتربريتيشن بشكل صحيح. طيب لو طلع لنا شخص السلمونلا تايفي حقه اكثر او يساوي الاو انتيجين اكثر او يساوي 160 التيتريشن حقه، والسلمونلا تايفي اتش انتيجين اكثر او 160، اكيد دي ريسنت اكتف تايفويد فيفر. طيب لو طلع سلمونلا تايفي او اكثر من 160 والسلمونلا بارا تايفي اي اكثر من 160، نفس الوضع، بنقول طبعا بارا تايفي، حنقول اذا ريسنت اكتف بارا تايفويد فيفر. الحالة الثالثة لو طلعت سلمونلا تايفي نيجاتيف والاو انتيجين والسلمونلا تايفي اتش اكبر او يساوي 160، حنقول دي اولد فاكسينيشن، لانه زي ما قلنا الاتش هو بيحصل له لو ما يحصل له ديسابير يحصل له ليت في الديسابير. النقطة الرابعة انه السلمونلا تايفي او لو طلعت نيجاتيف والسلمونلا بارا تايفي اي اللي اتش طلعت اكثر او 160، نقول دي اولد انفكشن للبارا تايفويد فيفر. النقطة الخامسة لو طلع السلمونلا تايفي اكثر الاو اكثر او يساوي 160 والسلمونلا تايفي اتش والبارا تايفي اي اتش والبارا تايفي بي اتش كلهم طلعوا اكثر من 160، نقول دي ريسنت فاكسينيشن. النقطة السادسة لو طلع السلمونلا تايفي او نيجاتيف والسلمونلا تايفي اتش اكثر من 160 والسلمونلا بارا تايفي اي اتش اكثر من 160 والبارا تايفي بي اكثر من 160، دي نقول اولد فاكسينيشن، لانه الاو قلنا بيظهر يطلع بسرعه ويختفي بسرعه. طيب في نقطه مهمه هنا رقم 7، لو طلع سلمونلا تايفي اكثر او يساوي 160 اللي هو الاو، والسلمونلا تايفي الاتش طلع اكثر او يساوي 160، هنا حتحتمل حالتين، يا ريسنت انفكشن يا ريسنت فاكسينيشن، لانه في معنى الان حتعرض للفاكسين، معنى فاكسين سبيسيفيك فقط للسلمونلا تايفي. طيب رقم هنا الحالة الثامنة، احنا نقول في حاجة بنسميها رايزنج تيتر. لو اخذت من العينة من البيشنس اليوم طلع مثلا التيتريشن 1 على 40، وخليتها لمدة 10 ايام البيشنس ده وما يستخدمش انتي بايوتكس وجبته وطلع التيتريشن عالي مثلا 1 على 320، نقول دي على طول في رايزنج تيتر، وذي دلالة على اكتف انفكشن، وبالتالي نعتبرها انه في تايفويد فيفر. طيب التست ده له مشاكل كبيرة جدا، وبالتالي في له فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. واحده من الفولس بوزيتيف انه في كروس رياكتيفيتي، ودي مشكله. تخيلوا لو في اي انتيروباكتريسي، لو في قضيه السالمونيلا مش عددهم 2400، انتيروباكتيريا عددهم كبير، فممكن يظهر الاو انتيجين
بوزيتيف اور نيجاتيف. فهذه واحده من المشاكل الفولس بوزيتيف. المشكله الثانيه في الانديميك، لما يكون الديزيز ده انديميك في بلد معين ممكن تحصل عند الناس التتر 1 على 80 طبيعي وهم 1 على 80، فالانديميك بيطلع الشخص ده بوزيتيف وهو اساسا ما عندوش الديزيز. الفاكسينيشن زي ما قلنا الاو اند الاتش بيدلوا على ريسنت فاكسين، والاتش اونلي بيدل على باست فاكسين. كمان في فولس نيجاتيف، فولس نيجاتيف انه تخيلوا لو عملت التست ده في الاسبوع الاول حيطلع نيجاتيف والشخص ده مصاب، لانه لسه الانتي بادي ما طلعتش. النقطه الثانيه كمان اي واحد بيستخدم انتي بايوتكس حتعمل ديكريز الانتي بادي تتر، فبالتالي حيحصل ريدكشن للانتيجينيك ماس، فبالتالي كمان مش حيطلع، فبالتالي هو نون سبيسيفيك تيست. هنا من ضمن اللاب دايجنوستكس نعمل دايجنوستكس للكارير. احنا مش اتفقنا انه بيكون موجود السالمونيلا تايفي بتكون موجوده او بارا تايفي في الجول بلادر، فبالتالي نعمل اي حاجه بتعمل اكتيفيشن جول بلادر عشان ينزل في الستول ونعمل ستول كالشر، ودي نعملها خاصه للناس اللي هم في المطاعم عشان نتاكد ان ما عندهمش كارير بالنسبه للسالمونيلا. كمان نفس الوضع السالمونيلا تظل كمان كارير في اليوريني تراكت، نروح نعمل يورين كالشر. التريتمنت اند البريفنشن، اول شيء في البريفنشن نعمل هايجينيك ميجر، لابد نعمل ثقافه هاند ووشنج بشكل صحيح، نعمل بروبر للسوج تريتمنت، نعمل لها بشكل صحيح لقضيه السوج تريتمنت، نعمل عمليه الكلور في الووتر سبلاي، دي كلها تعتبر هايجينيك ميجرز عشان نعمل ريدكشن للانفكشن. النقطه الثانيه مهمه في البريفنشن اللي هم الكارير دول المفروض ما يشتغلوش الا قد فحصوا لهم ان ما همش حاملين لقضيه السالمونيلا. من ضمن البريفنشن الفاكسين في النوع القديم اللي يسموه تاب فاكسين، وهو عباره عن كيلد فاكسين، عباره يحتوي على السالمونيلا تايفي وبارا اي وبارا بي، ويعطى سب كوتينيوس. السالمونيلا البريفنشن او الفاكسين الثاني هو بيستخدم سنجل دوز اللي هو ان اكتيفيتد سنجل دوز، نسميه في اي كابسولر بوليساكرايدز، ده فقط للسالمونيلا تايفي. والفاكسين الثالث اللي يسموه الاورال لايفنج اتنويتد التايفويد فاكسين، فقط كمان للسالمونيلا تايفي، وده بيستخدم فقط الفاكسين ده للناس اللي هم هاي ريسك. زي ما اتفقنا انه البكتيريا بشكل عام انتيروباكتريسي تعتبر مالتي دراج ريزيستنت، واحده منهم اظن السالمونيلا، فعشان نعمل لها تريتمنت نعمل كومباينيشن اوف تريتمنت، نعمل سيبروفلوكساسين والسيفاترايكسون كتريتمنت للتايفويد فيفر. تعالوا نعدد بسرعه على السالمونيلا تايفي ميوليوم والسالمونيلا الانتريتيدس. اتفقنا انهم بيعملوا فود بويزنينج وبيعملوا اللي بنقول عليه انتيروكولايتس، سواء كان سالمونيلا تايفي بيوريوم او سالمونيلا الانتريدس. طبعا في بكتيريميا وذ الفوكال ليجن، سواء بيحصل ليجن في اللنج او في المننجيز، ودي كوزد باي اللي هي السالمونيلا كوليرا سويس. تعالوا نشوف الفود بويزنينج. اول امر الاورجانيزم ده زي ما قلنا بيصيب الطيور والدواجن بشكل خاص، فلما يصيب الدواجن ده حيكون الاورجانيزم موجود اساسا حينزل في البيض، وايضا كمان في الانيمال لو اصابها. فايش اللي حيحصل لو اكل الانسان بيض غير مستوي او لحم كمان غير مستوي؟ حينصاب بالفود بويزنينج اللي هي سالمونيلا، اللي هي سالمونيلا تايفي ميوريوم. ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه في انفيدنج اند ريبليكيتنج في الاورجانيزم في الابيثيليال سيل في السمول اند اللارج انتستين، فبيحصل ليدنج لانتستاينال ليجن، وبالتالي يحصل ما نسميه بالدياريا، والشخص ده يكون عنده مانيفيستيشن، في عنده نوزيا وفي عنده فوميتنج وفي ابدومينال ديسكومفورت وفي سيفير دياريا، دلاله على قضيه انه في فود بويزنينج، وانكيبيشن بريد حقها من 12 الى 48 ساعه، ويحصل لها كمان سيلف ليميتنج. اخر حاجه اللي هي السالمونيلا كوليرا سويس، كل ما في الموضوع انها بتكون في بكتيريميا وذ فيكال فوكال ليجن، انه غالبا دي بتكون مع الكرونيك ديزيز زي السيكل سيل انيميا زي كانسر. ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه لو حصل كونتامينيشن عبر الاورال بالسالمونيلا كوليرا سويس حتعدي بالخطوات اللي قلناها، حتوصل للبلد، من البلد حيحصلها ميجريتنج الى ميني اورجانز، البون حتعمل استيومالايتس، اللنج حتعمل نيمونيا، والمننجيز حتعمل مننجايتس. لو عملنا بلاد كالشر حتطلع بوزيتيف البلاد كالشر لها، كمان بنشخصها طبعا زي التايفويد فيفر تماما، قصدي العلاج حقها زي التايفويد فيفر تماما، بنعطيها سيفاترايكسون ونعطيها
اللي هي السوبرا فلوكساسين. كنت معكم في موضوع اللي هو الانتريك فيفر، وكمان تكلمنا على سلمونلا تايفيميوريا وسلمونلا السلمونلا كولرا سويس، تكلمنا على الديفينيشن باثوجينيسيس لاب دايجنوسيس وتريتمنت اند البريفنشن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.